السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أميمة على قناة وصفة نسمة للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم عزيزاتي مرة أخرى، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم وصفة فعالة جدا للحمل السريع إن شاء الله وتنشيط المبايض. كمكون أول في هذه الوصفة الخاصة بالحمل السريع ستحتاجين إلى الخزامة أو اللافندر، فهذا المكون مفيد جدا لتسريع الحمل وتنشيطه، بالإضافة إلى أن الخزامة تعمل على تنشيط المبايض للحمل السريع إن شاء الله. فالخزامة كذلك مفيدة جدا لطرد برودة الرحم والدم الفاسد، بالإضافة إلى أنها تعمل على تنظيم الدورة الشهرية المتقطعة والغير المنتظمة. وستحتاجين كمقدار من اللافندر أو الخزامة في هذه الوصفة الخاصة بالحمل السريع إن شاء الله إلى ملعقة كبيرة من الخزامة أو اللافندر. أما المكون الثاني في هذه الوصفة ستحتاجين إلى المريمية أو السالمية، وهي تكون على هذا الشكل مجففة. ستحتاجين كمقدار من المريمية أو السالمية في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من المريمية أو السالمية. فهذا المكون فهو يعمل على تنشيط المبايض بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أنها تعمل على إزالة برودة الرحم أو برد الرحم للحمل السريع إن شاء الله. بعد التعرف على مكونات الوصفة، نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة ناس زمان، المرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك للفيديو ووضع تعليق لتشجيعي على إعطاء المزيد من الوصفات الطبيعية. أما فيما يخص طريقة تحضير هذه الوصفة الخاصة بالحمل وعلاج مشاكل الحمل، ستقومين بأخذ كوب من الماء الساخن جدا أو المغلى، ثم تقومين بوضع الخزامة أو اللافندر وكذلك السالمية أو المريمية، وتقومين بخلط المكونات جيدا، وتقومين بعد ذلك بتغطية الخليط أو الكوب، ثم تقومين بتركه جانبا لمدة ساعة أو نصف ساعة، ثم بعد ذلك تقومين بتصفية الخليط وشرب الكوب أو المشروب قبل تناول وجبة الإفطار، وتكررين هذه الوصفة يوميا طول فترة الدورة الشهرية. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم، شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء عزيزتي في وصفة أخرى إن شاء الله.